أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أكد أن مشروع إسكان ضاحية الرملي يمثل مكسبا إسكانيا جديدا يضاف إلى الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وخطوة كبيرة نحو تنفيذ أمر جلالته السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية جديدة. وقال معاليه لدى تدشينه المرحلة الأولى من مشروع إسكان ضاحية الرملي: يعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعكس جدية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والحرص على توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة وبسرعة الممكنة. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد تفضل فرعى صباح هذا اليوم حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع إسكان ضاحية الرملي بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة المهندس فيصل بن محمد القحطاني مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الجهة الممولة للمشروع باعتباره أحد مشاريع برنامج التنمية الخليجي، وعدد من أصحاب السعادة المسؤولين في الصندوق وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. ويأتي تدشين هذا المشروع إذانا ببدء تشغيل مرحلته الأولى التي تتضمن 1264 وحدة سكنية مع بلوغ نسب الإنجاز في أعمال البنية التحتية 94%. وتستعد وزارة الإسكان لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق جدول زمني سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة، على أن يتم مستقبلا افتتاح الضاحية رسميا بعد الانتهاء من جميع مراحل التنفيذ. وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله إن إسكان ضاحية الرملي يمثل إضافة نوعية للمشاريع الإسكانية التي يتم تشييدها في المملكة، سواء من حيث الموقع والطاقة الاستيعابية التي تبلغ 27,000 نسمة، بالإضافة إلى نوعية الوحدات والخدمات التي يتضمنها، فضلا عن سرعة الإنجاز المتحققة في تنفيذ هذا المشروع بفضل تمويله من قبل الصندوق السعودي للتنمية والذي بلغت تكلفته 58 مليون دينار من خلال برنامج التنمية الخليجي. وأشاد معاليه بجهود وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بقطاع السكن الاجتماعي وما يترتب على ذلك من زيادة نسب الإنجاز في برنامج الحكومة 2019-2022، معربا معاليه عن شكره كذلك للوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة على تعاونها ومساهمتها في تنفيذ هذا المشروع الذي يحظى وغيره من المشاريع بمتابعة واهتمام اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. وأضاف معاليه قائلا: ستواصل الحكومة الموقرة مسيرتها الإسكانية الناجحة من خلال العمل على تنفيذ سائر مراحل مشاريع مدن البحرين الجديدة ودعم مبادرات تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل الحلول التمويلية، وسيظل توفير الاستقرار للمواطن البحريني من خلال السكن الملائم في مقدمة أولويات البرامج الحكومية. من جانبه رفع سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما تليه قيادة جلالته واهتمام الحكومة الموقرة لدعم الملف الإسكاني كان نتاجه افتتاح 4 مدن إسكانية خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن ذلك يترجم الرعاية الملكية لهذا الملف الاجتماعي المهم.
كما أعرب سعادته عن شكره وتقديره إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضل معاليه بتدشين المرحلة الأولى من مشروع إسكان ضحية الرملي، وعلى ما توليه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية من جهد حثيث ومتواصل من أجل التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية الخدمية لضمان توفير خدمات البنى التحتية الأساسية بالتزامن مع تنفيذ الوحدات السكنية. وقال الوزير الحمر إن تدشين المرحلة الأولى من إسكان ضحية الرملي من شأنه أن يضاعف بهجة المواطنين، لا سيما المستفيدين من المشروع، وفرحتهم بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، ذلك أن الوزارة حريصة على مشاركة المواطنين مسراتهم الوطنية من خلال تلك الافتتاحات وتوزيع وحدات المشاريع. وأوضح سعادته أن مشروع الرملي يعد من أبرز المشاريع الإسكانية التي نفذتها الحكومة من حيث عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها، وأن مشروع المرحلة الثانية الذي سيتضمن تنفيذ 3200 شقة تمليك بالتعاون مع القطاع الخاص، منوها بأن هذا العدد من الوحدات والشقق بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة بالمشروع كان كفيلا بإدراجه ضمن تصنيف المدن البحرين الجديدة. وأردف قائلا يشتمل مشروع إسكان ضحية الرملي على جميع الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية بالإضافة إلى دور العبادة، ولذا فإن هذا المشروع يعد شاهدا على جهود تنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة والمعني بإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة، حيث يتوفر بهذا المشروع كافة المقومات اللازمة لتوفير جودة الحياة الملائمة للمواطنين. مع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إسكان ضاحية الرملي نكون في الحقيقة أقرب لاستيفاء ما أمر به سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى ببناء 40,000 وحدة سكنية. طبعا هذه هي المرحلة الأولى، وإن شاء الله حال ما يستكمل هذا المشروع بطاقة التشغيلية الكاملة إن شاء الله راح نحتفل باحتفال يليق بمكانة هذه المدن وهذه المشاريع الإسكانية. ولله الحمد اليوم يتم الافتتاح والبحرين تحتفل بأعيادها الوطنية. اليوم أيضا نشاهد أن هذا المشروع يمثل سلسلة من المشاريع اللي تنفذها وزارة الإسكان في مختلف مناطق البحرين تستهدف كل مدنها وكل قراها. بالأمس وقعنا اتفاقية بناء مشروع مدينة شرق سترة، وهكذا حقيقة عجلة وزارة الإسكان تدور بسرعة كبيرة، وهذه طبعا بعد الله سبحانه وتعالى يأتي بفضل الدعم اللامحدود من قبل سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، والدعم أيضا الكبير من الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة الحثيثة من قبل سيدي صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. طبعا تكلفة المشروع الإجمالية 58 مليون دينار بحريني، 580 مليون ريال سعودي، لإنشاء 1200 وحدة سكنية. طبعا هذا واجبنا تجاه أخواننا في مملكة البحرين، وتشرفنا اليوم في مشاركة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المشروع، ونتطلع إن شاء الله إلى استكمال ما تبقى من أعمال بإذن الله، وتسليم الوحدات السكنية خلال الربع الأول من عام 2020 بإذن الله. هذا المشروع طبعا حيوي ونموذجي بالفعل، نظرا لموقعه، نظرا لنوعية الخدمات المتوفرة فيه، الحدائق، المساحات الخضراء، أيضا الحضانات، المساحات الخدمية الأخرى، المساجد. هذه الأمور أيضا يعني متكاملة في المشروع. المشروع غاية في الأهمية، حيث أنه يلبي احتياجات المواطنين من تقديم الخدمات الإسكانية، والوزارة مشهود لها بمواكبة الاحتياجات هذه، بحيث أن يكون دائما في مشاريع قوية تطرح في شتى المحافظات بالمملكة لتغطية الطلبات الإسكانية.